السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أولادي حبايبي الصف الرابع الابتدائي في برنامج في بيتنا مدرسة. وحشتوني جدا أوي 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 يا أولاد من الحلقة اللي فاتت. طيب احنا كل حصة وكل حلقة عمالين نتكلم على المشروعات على المشروعات على المشروعات، احنا زهقنا، مفيش حاجة جديدة؟ اه في حاجة جديدة النهاردة. أنا لفت نظري في شوية الأبحاث اللي أنا شفتهم أو مجموعة الأبحاث اللي أنا شفتها على السوشيال ميديا والتواصل والفيسبوك والموضوع التواصل الاجتماعي دوت، لفت نظري إن في ناس كاتبة حاجات هي أصلاً مش موجودة في الأبحاث. فبدل النهاردة بقى ما نخش في الأبحاث كده على طول مرة واحدة، لا ده إحنا النهاردة هنحكي حكاية الأول كده بسيطة وداخله في موضوع البحث. طب إزاي يا ميس ولاء؟ تعالى نشوف. اولا بالنسبه لموضوع البحث، في سنه رابعه طالب مني حاجه اسمها اعلان وطالب حاجه اسمها دعوه. طيب يا ميس ولاء ايه اللي المفروض نعمله؟ تعال نسمع القصه والحدوته الجميله دي. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان في مره اتنين ولدين، واحد اسمه صريح والتاني اسمه فصيح. اكيد فصيح دوت مخه ذكي عشان اسمه فصيح. الاتنين خدوا بعضهم وقاموا راكبين عربية أجرة تاكسي يعني، وكانوا جايلهم دعوة ماشي من وزارة التربية والتعليم المصرية، من طالب مصري ماشي في التعليم المصري بوزارة التربية والتعليم. يا ترى الدعوة دي كان مكتوب فيها ايه؟ الدعوة دي فخدوها هما الاتنين وركبوا على طول ماشي التاكسي بتاعهم، وهم راكبين ماشي نزلوا ماشي لقوا في يفط كتير كتير محطوطة على الشوارع. اليفط دي احنا بنسميها في اللغة العربية اللافتة. ايه بقى اليفط دي؟ كان مكتوب شارع السعادة، شارع سعد زغلول، وزارة التربية والتعليم. فالحاجة اللي محطوطة دي او اليافطة اللي موجودة في الشارع دي على اي مكان انا بسميه لافتة، ماشي بسميه لافتة. طب ايه بقى يا ميس ولاء حكايه الدعوه دي؟ حكايه الدعوه بيصر طالب مصريا في وزاره التربيه والتعليم والتعليم المصري دعوه سيادتكم الاستاذ فصيح والاستاذ صريح لحضور زياره الاهرامات لسيادتكم، ماشي، وذلك بمناسبه النجاح في عمل المشروع البحثي. البطاقه كان مكتوب فيها كده ان وزاره التربيه والتعليم، الطالب ده تابع لوزاره التربيه والتعليم، تمام كده. فايه اللي حصل؟ فهم عايزين ان هم بعتين له دعوه عشان هو نجح في عمل المشروع البحثي. اول حاجه بالنسبه للمشروع، انا ما افضلش اعمل كده يا ولاد، يعني المشروع ما افضلش ان انا في ناس بتكتب المقدمه وبعدين لا. انا بصوا في حاجات في البحث نفسه مطلوبه، انا شايفه في ناس كاتبه مفهوم كذا حاجات كده، الخاتمه، الحاجات دي مش مطلوبه في البحث. انا باخد العناصر بتاعتي من قلب البحث نفسه، ماشي. يعني انا مش لاقيه ان في خاتمه مطلوبه ولا في مفهوم حاجه مطلوب، ماشي. انا بعمل العناصر عندي، العناصر اصلا موجوده في قلب الموضوع. ايه لازمه ان احنا نعمل العناصر وايه لازمه ان انا اجيب خاتمه وحاجات اصلا مش موجوده؟ اذا كان القالب اللي نازل من وزاره التربيه والتعليم بيقول كده يا ولاد، بيقول ان مفيش ولا خاتمه ولا في اي حاجه، حتى العناصر اللي هنكتبها اللي احنا هناخدها من راس المشروع نفسه ماشي هنكتبها في الموضوع. تعال نشوف الاول ايه بقى حكايه الدعوه دي. مكتوب عندي ماشي ان في قلب المشروع ان احنا عندنا ان انا هكتب دعوه لزياره مكان سياحي. ايه الدعوه دي؟ عباره عن ايه؟ اما اجي اكتب دعوه اكتبها كالاتي، كتابه معايا كده، كتابه بطاقه دعوه. يعني ايه الدعوه؟ بطاقه الدعوه هي بطاقه بنكتبها لندعو شخصا لحضور مناسبه. يبقى انا البطاقه دي بكتبها عشان احضر، ماشي، ادعو شخص عشان يحضر مناسبه زي عيد ميلاد، زي زواج، ماشي، زي نجاح، زي فرح كده، يعني مناسبه. بتتكون من ايه الدعوه دي؟ بتتكون من الداعي اللي هو الشخص اللي بعت الدعوه. احنا عندنا الداعي مين؟ طالب مصري في وزاره التربيه والتعليم المصريه. المدعو مين اللي احنا دعيناه او احنا مين اللي هندعوه؟ اللي هو الاستاذ فصيح والاستاذ صريح. الموعد امتى؟ يعني الموعد يعني الزمن، مثلا في الساعه 6 صباحا او الساعه 7 صباحا. العنوان فين؟ اكيد عنوان وزاره التربيه والتعليم في شارع سعد زغلول. العنوان يعني المكان. يبقى انا اول حاجه خدتها كتابه بطاقه الدعوه، يبقى الدعوه يعني دي بطاقه انا بكتبها عشان ادعو شخص لحضور مناسبه. بتتكون من الداعي ماشي اللي هو دعا، والمدعو اللي هو هيجي يحضر، والزمن والمكان. الزمن اللي هو الموعد امتى، والعنوان فين. تيجي نشوف كده انا عملت بطاقه دعوه. تعال نشوف مع بعض كده بطاقه دعوه لزياره الاهرامات. عملت ايه؟ صديقي نقط.
يسر نقط ونقط، ماشي، يسر مثلا اي اشخاص انا بكتبها، دعوة سيادتكم، هي دي الدعوة اللي مطلوبة يا ولاد. ما اكتبش انا عمال اكتب في الابحاث في الابحاث في الابحاث، ماشي، عمال اكتب في الابحاث وخلاص، فين الدعوة؟ فين الدعوة اللي انا كتبتها؟ مفيش دعوات، انا شايفة ابحاث مكتوبة، احنا عايزين نعمل الحاجات اللي مطلوبة مننا في البحث. مكتوب منك ان انت تدعو، ماشي، يعني تدعو حد، ماشي، او تدعو صديق ليك لزيارة مكان سياحي. طب ما نعمل الدعوة كده، تمام كده. هنعملها ازاي؟ بطاقة دعوة، دعوة لزيارة الاهرامات، ماشي. انا اخترت الاهرامات، ممكن واحد يختار برج القاهرة، ممكن واحد يختار دار الاوبرا، ممكن واحد يختار اي مكان سياحي، ماشي. صديقي نقط، يسر نقط ونقط، دعوة سيادتكم، طبعا بكتب من غير اسماء، دعوة سيادتكم الاستاذ نقط ونقط، او الاستاذ فصيح وصريح، لحضور زيارة الاهرام، ماشي، زيارة للاهرامات، وذلك في الساعة نقط مساء يوم نقط الموافق كذا، يعني المفروض مساء مثلا يوم الخميس الموافق مثلا 20/4/2020، والعنوان ماشي هنكتب ايه؟ وزارة التربية والتعليم بسعد زغلول، وشكرا لكم اخوكم نقط. يبقى هو بالنسبة لسنة رابعة، بالنسبة للناس اللي هتعمل موضوع البحث بتاع السياحة، الفقرة او العنصر اللي طالب منك ان انا اعمل دعوة لزميلي لزيارة معلم سياحي، انا بعملها بالطريقة دي، تمام كده. يبقى انا هقراها تاني، بطاقة الدعوة، بطاقة الدعوة، دعوة لزيارة الاهرامات، صديقي يسر نقط، دعوة سيادتكم الاستاذ نقط ونقط، لحضور زيارة للاهرامات، للبرج، لدار الاوبرا، اي حاجة زي ما انت عايزها، وذلك في الساعة نقط مساء يوم نقط الموافق نقط ونقط، طبعا احنا بنعمل كده ده كأنه تاريخ، والعنوان بعمل شرطة مايلة كده واكتب نقط، وشكرا لكم اخوكم كذا، تمام كده. دي الدعوة. طيب بالنسبة يا ميس ولاء، ماشي، برضك مكتوب عندي في، ماشي، تعلن كذا او مطلوب، ماشي، او اكتب اعلان، اكتب اعلان، ايه اعلان دي؟ تعال نشوف، هو انت عندك في المدرسة عندكم اما بيعملوا رحلة مش بيعملوا كده ورقة كبيرة او يافطة كتيبة كبيرة كده مكتوبة تعلن ادارة المدرسة عن رحلة الى الاهرامات او الى برج القاهرة؟ ده اسمه الاعلان. هو مش مطلوب منكم يا ولاد في البحث ان احنا نعمل اعلان؟ انا مش شايفة اي بحث من المكتوب على الفيس او مكتوب على السوشيال ميديا مكتوب فيه اعلان او دعوة. طب تعال نشوف ايه هو الاعلان، تعال نشوف الاعلان بتقولك ايه. هنكتب اعلان انا كتبته النهاردة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القيام بمشروع بحثي عن اهمية الدولة بتوفير الرعاية الصحية. ليه الرعاية الصحية؟ لان ده موجود في مشروع الصحة، او ماشي، المشروع بتاع الصحة مطلوب فيه ان انا اعمل اعلان، فانا هعمل كده، هقول تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القيام بمشروع بحثي عن اهمية الدولة بتوفير الرعاية الصحية لابناء المجتمع، وذلك يوم، وذلك يوم، يذلك يوم نقط الموافق نقط ونقط ونقط، ماشي، كأنه تاريخ، لمدة 5 أسابيع. احنا فعلا واخدين 5 أسابيع عشان نخلص المشروع البحث. بعد كده، بعد كده، ويشمل المشروع جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، حيث وضعت الحكومة المصرية صحة المصريين في مقدمة، في مقدمة أولوياتها حيث عملت. يبقى ده اعلان انا هعمله في البحث، هو مطلوب ان انا اعمل اعلان او اعمل دعوة. يا جماعة لازم نعمل الاعلان ولازم نعمل الدعوة، مش معمولة. هقراها تاني وهكمل بقية، هكمل بقية الاعلان بتاعي. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية عن القيام بمشروع بحثي عن اهمية الدولة بتوفير الرعاية الصحية لابناء المجتمع، وذلك يوم مثلا الخميس الموافق، ماشي، 30/4/2020، طبعا انا ما بكتبش تواريخ، لمدة 5 أسابيع، ويشمل المشروع جهودا، جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، حيث وضعت الحكومة المصرية صحة المصريين في مقدمة أولوياتها حيث عملت. عملت الحكومة أول حاجة مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، تاني حاجة مبادرة لدعم صحة المرأة، تالت حاجة مبادرة نور الحياة للكشف عن ضعف النظر، منظومة التأمين الشامل لغير القادرين، بناء المزيد من المستشفيات وتحسين الخدمة العلاجية، وكل نهاية حاجة بعمل نقطة 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 عشان دي علامات الترقيم بتاعتي. يبقى الإعلان اللي مكتوب عندي
في مشروع الصحة بكتبه بالطريقة ديت، بكتبها بالطريقة ايه؟ بالطريقة ديت. طيب يا ميس ولاء، ايه المفروض ان انا اعمله؟ اللي انا اعمله دلوقتي، اللي انا اعمله اولا، انا العناصر بتاعتي ما ينفعش ان انا اخدها ماشي او اجيبها من نفسي. انا شايفه ان الناس كاتبين مفهوم السياحه، انواع السياحه، يا جماعه مش مطلوب في سنه رابعه انواع السياحه، طب اعملها ليه؟ ماشي، هو مكتوب اصلا في القالب بتاع الوزاره، مكتوب لك الموضوع العنوان بتاعه، وبعدين كوت الطالب، وبعدين المقدمه، وبعدين كاتب لك عناصر الموضوع. يعني انا هكتب عنصر عنصر، يعني ايه العناصر؟ العناصر انا بطلعها من قلب المشروع نفسه. طب تيجي نشوف ازاي هعملها، تعال نشوف ازاي انا هعمل نقرا المشروع مع بعض ونشوف انا هعمله ازاي. تعالوا نبص مع بعض كده. اول حاجه، الماء. للماء اهميه كبيره في حياه الكائنات الحيه، والدوله ماشي، الحياه على وجه الارض. في ضوء دراستكم قم بمشروع ماشي، قم باعداد مشروع ماشي ايه يتضمن ما يلي. اول حاجه، عايز حالات الماء ماشي، عايز حالات الماء، يبقى ده اول عنصر. عايز أهمية الماء ماشي، عايز أهمية الماء. أول حاجة قبل ما أطلع العناصر من هنا، دي عناصر، بصوا دوت عناصر، بس في هنا مقدمة هو كتبها لك أو رأس الموضوع، بيقول لك للماء أهمية كبيرة. ليه ما أقولش أهمية الماء في حياة الكائنات الحية؟ وبدونه تستحيل الحياة، ليه ما أقولش كده؟ أجي واحدة أهي، يبقى أنا طلعت العنصر من هنا، محدش يجيب لي عناصر من عنده. مفيش خاتمة ماشي، الوزارة عملت لي القالب مفيش خاتمة مكتوبة في الآخر، يبقى أنا بعمل الأول إيه؟ للماء أهمية كبيرة في حياة الكائنات الحية، أجي أول عنصر. تاني عنصر ماشي، بدون الماء تستحيل الحياة على وجه الأرض، أجي تاني عنصر. تالت عنصر، حالات الماء في الطبيعة، ماشي دي تالت عنصر أهو. رابع عنصر، أهمية الماء ماشي، أهمية الماء للأنشطة الاقتصادية، أدي رابع عنصر. خامس عنصر، حساب عدد الزجاجات بتاع الحساب أو الرياضيات ماشي أو الماس أهو. تاني سادس عنصر، عندك في حاجتين، انا بكتب نصائح عشان ارشد استهلاك المياه باللغه العربيه مره، ادي ماشي ادي عنصر، والسابع باللغه الاجنبيه مره. يبقى انا طلعت فين الخاتمه؟ في حاجه اسمها خاتمه، يبقى انا بطلع العناصر دي، مهمه جدا 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 يا اولاد ان انا بطلع العناصر من قلب المشروع بتاعي. وفي حاجه مهمه جدا، في ناس كتير كتبت لي على الكومنتات، يا ميس ولاء احنا في مدارس رسميه وفي مدارس لغات، ماشي احنا هنكتب بلغه ايه؟ والله انا قلتها المره اللي فاتت، يمكن الحلقه اللي فاتت، وقلتها الحلقه اللي قبليها، يا جماعه احنا هنكتب المشروع باللغه ماشي، اللغه دي اختياري، اللغه اختياري، يعني انا بختار حسب ما انت عايز. لكن هاجي مثلا عند الجزء بتاع الساينس او العلوم، طب انت هتبحث ازاي؟ الطالب مش هيعرف يدور بحاجه بالساينس او العلوم، يا عم اعملها كده خلاص بالعربي. طب الجزء بتاع الماس، اعمل الماس بالماس، تمام كده، عايز تعمله بالعربي بالعربي انت حر، بس الجزء اللي مطلوب منك في الانجليش لازم تعمله، لان لو ما عملتوش يبقى ده يعتبر جزء كده اتشال من البحث، فاصبح البحث بتاعك غير مقبول. طب تعال نشوف، ميس ولاء النهارده جابت القالب بتاع وزاره التربيه والتعليم عشان تعمل فيه المشروع البحثي بتاعها. تعال نشوف مع بعض كده عملت ايه. تعال نشوف مع بعض. اول حاجه، انا اخترت مشروع الماء اللي انا عملته وطلعت العناصر قدامكم، انا طلعت العناصر قدامكم وما جبتش اي حاجه من عندي. بصوا معايا كده، اول حاجه كده معايا الماء. اول حاجه عندي كده الماء، شريان الحياه. انا اخترت، في ناس بقى تمسك الماء تقول حاطه الماء، الصحه تقوم حاطه الصحه ماشي، اللي مثلا الطاقه تقوم حاطه الطاقه، لا ماشي. انا كده اخترت ايه؟ اخترت الماء، شريان الحياه، ادي الماء شريان الحياه، ده الموضوع بتاعي. اخترت الكود بتاعي، الكود بتاعي مثلا هختار اي ماشي، الرقم بتاعي ماشي، انا ماليش كود، انا مش طالب عشان اللي يبقى كود ماشي، يبقى الكود الطالب ده انت بتجيبه زي ما احنا قلنا ماشي الحلقه اللي فاتت. طب المقدمه اللي انا كتبتها بالنسبه لموضوع الماء، بسم الله الرحمن الرحيم، انعم الله على عباده بنعما كثيره ظاهره وباطنه لا تعدو ولا تحصى، ومن بين هذه النعم نعمة الماء، ومن بين هذه النعم نعمة الماء. فالماء فصلة، فصلة يعني دي علامة ترقيم. يعني ايه علامة الترقيم؟ يعني علامات الوقف. ما ينفعش، ينفع اقول انعم الله على عباده بنعما كثيرة ظاهرة وباطنة ولا تعدو ولا تحصى، ومن بين هذه النعم نعمة الماء، فالماء سر الحياة. مش قادرة اخد نفسي، يبقى انا لازم اعمل علامات الترقيم اللي هي اسمها علامات الوقف، علامات الترقيم اللي هي علامات الوقف ماشي ماشي الوقف. فالماء سر الحياة،
ونعمة من أعظم النعم، فلولا الماء لما وجدت الحياة على الأرض ولظلت جرداء لا خير فيها. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حيا أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. أنا جبت ده منين؟ من الكتاب المدرسي. هقرأ تاني المقدمة. أنعم الله على عباده بنعما كثيرة ظاهرة وباطنة لا تعدو ولا تحصى، ومن بين هذه النعم نعمة الماء. فالماء سر الحياة ونعمة من أعظم النعم، فلولا الماء لما وجدت حياة على الأرض ولظلت جرداء لا خير فيها. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، وجعلنا من الماء كل شيء حيا فأفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. ده أنا جايباها من كتاب المدرسة. طيب المقدمة أو الجزء اللي عندي في الموجود عندي ما كفاش، هعمل إيه يا ميس ولاء؟ هو ما كفاش عندي، هفضل كده؟ لا، بصوا أنا هعمل إيه بقى، هقوم جايبة ورقة زي اللي موجودة بتاع القالب ده، وأقوم مصورة جزء تاني او كده جزء تاني، لان هو مطلوب مني ان انا اعمل من 40 ل 50 كلمة في الملخص. طيب الجزء ده عندي كبير، ايه المانع لما اتصور ورقة تانية؟ او ايه المانع ده لو انا هكتب في قالب الوزارة، ايه المانع لما مثلا احط ورقة في النص كده او اكتبها واكمل بقية المقدمة بتاعتي؟ انا عندي المقدمة بتاعتي ما كفتش، فقمت عاملة ايه؟ فقمت عاملة كده. بصوا معايا، المياه هو سر الحياة وشريانها، فصلة. مش هقدر اقول الماء هو سر الحياه وشريانها، فبدون الماء لا يستطيع العيش سواء كان انسانا وحيوانا فالمياه، مش قادر اخد نفسي، فانا لازم احط الفصله النقطه علامات الوقف اللي هي علامات الترقيم. وقف يعني انا بتوقف عند الجمله دي، خلاص خلصتها وبكمل. تمام كده، تعال نكمل بقيه المقدمه. فالمياه هي سر الحياه وشريانها، فصله. فبدون المياه لا يستطيع العيش سواء كان انسانا او حيوان، فصله. فالمياه هي الدرع الاساسي للحياه على كوكب الارض. ده بقيه المقدمه بتاعتي. يبقى انا عملت ايه؟ المقدمه بتاعت الماء اهو. يبقى اول حاجه عملتها كتبت ايه؟ انعم الله على عباده بنعما كثيره ظاهره وباطنه لا تعدو ولا تحصى، ومن بين هذه النعم نعمه الماء. فالماء سر الحياه ونعمة من أعظم النعم، فلولا الماء لما وجدت حياة على الأرض ولظلت جرداء لا خير فيها نقطة. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حيا أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. ده من الكتاب، ماشي، من الكتاب المدرسي، يعني ما بين قوسين من الكتاب المدرسي، يعني أنا جبته من الكتاب المدرسي. وبعد كده كملت المقدمة بتاعتي وكتبت الماء، المياه هي سر الحياة وشريانها، فبدون المياه لا يستطيع العيش سواء كان إنسانا أو حيوانا، فالمياه هي الدرع الأساسي للحياة على كوكب الأرض. جيت اخترت العناصر اللي أنا قلتها من ماشي من الموضوع. أنا القالب بتاع الوزارة مش مختار مين، مش كاتب لي إن أنا أعمل العناصر لوحدها، أمال كاتب إيه؟ كاتب عناصر الموضوع. يعني أنا هكتب العنصر وأكتب تحتيه الكلام، هكتب العنصر وأكتب تحتيه الكلام. أول عنصر أنا جبته من عندي، ده اللي مطلوب، محدش يجي يقول لي مفهوم كذا، محدش يجي يقول لي الخاتمة، ده مش موجود في المشروع بتاعي. طب موجود ايه؟ أهمية الماء في حياة الكائنات الحية، ده أول عنصر هتكلم عنه. ماشي، بس ما اكتبش العناصر كده يا ولاد، ماشي، اللي عايز يكتبها كده في قلب، ماشي، لو هيكتب على ورق فلوسكاب أو ورق عادي تمام، هتكتب على اللي هي حاجات الوزارة أو القلب بتاع الوزارة، يبقى أنا بكتب العنصر وبكتب تحتي الحاجة. تمام كده، وتابع معايا في حلقة سنة 5 عشان أنا عاملة المشروع التاني على ورق عادي كأنه كاتباه على ورق فلوسكاب، لكن هنا في الحلقة دي أنا عاملة في القلب بتاع الوزارة، بس أنا كاتبة الورق ده عشان ده زيادة عشان الورق بتاعي ما كفاش. طيب يبقى أول عنصر أهمية الماء في حياة الكائنات الحية، تستحيل الحياة على وجه الأرض بدون ماء. تالت حاجة، حالات الماء في الطبيعة. أربعة، أهمية الماء للأنشطة الاقتصادية. خمسة، حساب عدد زجاجات المياه وانت بتكمل بقى لأن ده طبعا الرياضيات. ستة، لافتة إرشادية لترشيد استهلاك المياه باللغة العربية. سبعة، لافتة إرشادية لترشيد استهلاك المياه. رقم تمانية، لو عايز تكتب الملاحظات أو النتائج مفيش أي مشاكل، ماشي، الملاحظات أو النتائج. تمام كده، ورقم تسعة هتقوم كاتب ايه؟ المصادر او المراجع، لان ده اللي مطلوب في ده اللي مطلوب في المشروع. الملاحظات والنتائج على فكره هي دي الخاتمه، على فكره هي دي الخاتمه يا جماعه، ما حدش يكتب الخاتمه، ما حدش يكتب حاجات هي مش موجوده في قلب المشروع بتاعي. تمام كده، ده كان بالنسبه للعناصر بتاعتي. طيب نبص كده معايا اكمل بقيه المشروع بتاعي. انا اول عنصر خدته اللي هو اهميه الماء
ماشي الكبيره، مش اهميه الماء الكبيره للكائنات الحيه. بصوا معايا كده عملت ايه، ده اهيوت دوت القالب، ده القالب بتاع الوزاره بتاعتي، ده القالب بتاع الوزاره بتاعتي، موجود ايه عناصر الموضوع، مشروع الماء مكتوب من 500 كلمه، ماشي من 400 كلمه ل 500 كلمه، تمام كده. تعالوا بصوا معايا انا عملت ايه. اول عنصر كتبته اهميه، كتبت كده اهميه الماء الكبيره للكائنات الحيه. يعد الماء احد ابرز النعم التي انعم الله عز وجل علينا بها، فصل منقوطة، وذلك لانها اساس الحياه، فصل وقفت اهو، اسمها علامات وقف. ما ينفعش اقول اعد الماء احد ابرز النعم التي انعم الله عز وجل علينا بها وذلك لانها اساس الحياه، ما وقفتش، مش قادر اخد نفسي، لازم اخد نفسي، لكن اقول ايه، يعد الماء احد ابرز النعم التي انعم الله عز وجل علينا بها، وقف، ادي علامه وقف، وقفه او وقف، وذلك لانها اساس الحياه، وقفت، ادي علامه وقف او علامه ترقيم. ويشكل الماء المساحه الاكبر من الكره الارضيه، وتقدر بنسبه 71% من مساحتها، وقفه، وقفت اهو، علامه ماشي، ادي ايه، فاصله. وتشكل وماشي وتشكل ماشي وتشكل بالبحيرات والبحار والمحيطات والانهار، نقطه، وقفت. فالماء مهم جدا بشكل كبير لحياه الانسان، لانها من احد العوامل التي ينتج عنها توليد الكهرباء عن طريق بناء السدود، وقفت، فاصله. فالماء له اهميه كبيره في حياتنا لانه يساعد في الحمايه من جلطات القلب، فاصله، وقفت. حيث يزداد الماء من سيول، حيث يزيد الماء من سيوله الماء، فاصله، وقفت. كما انه يساعد في وقايه الجسم من الامراض، فاصله، ويتحكم في الجوع، فاصله، وبالتالي الحفاظ على الوزن، فاصله، ويساعد في طرد السموم من الجسم، فاصله، نقطه، سوري، ماشي. الماء بقى من اول خالص، الماء يعتبر شيئا مهما جدا للنباتات، للنبات، لانه يحافظ على توازن النباتات، فاصله، حيث يعمل الماء داخل الساق على حفظ توازن النبات، وسكت، فاصله، ويعمل على تمرير الأشعة فوق البنفسجية في عملية البناء الضوئي الذي يقوم به النبات للحصول على غذاء، نقطة. الماء يعمل داخل جسم الحيوان على الاحتفاظ بالدهون، فصلة، ويساعد في عملية الهضم والبلع، فصلة، وكذلك في ترطيب جسم الحيوان في المناطق الحارة، نقطة. ما بين قوسين أنا جبت الكلام دوت من المنصة الإلكترونية اللي هي المكتبة الرقمية. طب تعالوا بصوا بعد كده ايه اللي انا عملته. تعالوا بقى بعد كده بالنسبه للقالب التاني ده، بصوا معايا. اول حاجه الوزاره عامله لي ايه، ان انا احط هنا صوره وصوره، هحط صوره ماء، ماشي، الموضوع بتاعي بيتكلم عن صوره، عن الماء، يبقى انا هحط هنا ماء وهنا ماء، بصوا كده، يبقى انا هحط هنا صور. طب بعد كده هتكلم عن النقطه الثانيه. ايه النقطه الثانيه؟ النقطه الثانيه بتتكلم عن حالات الماء في الطبيعه، دي العناصر اللي موجوده عندي في المشروع، ما جبتش حاجه من عندي. هناك العديد من الأشكال الخاصة بالمياه المتواجدة في الطبيعة بناء على مكان تواجدها، وهي مياه البحار والمحيطات والجليدات والمياه الجوفية والمياه الطبيعية. فالماء أساس الحياة، فصلة، فلا يمكن العيش بدونه على سطح الأرض، نقطة. ويوجد الماء في الطبيعة في ثلاث حالات، وهي الصورة السائلة والصورة وماشي وهي الصورة إيه الصورة السائلة وهي الصورة الطبيعية للماء، وإذا تعرض إلى التجمد، ده كله ده المفروض علوم أو ساينس، فيصبح في الحالة الصلبة في ماء ثلج. أما إذا تعرض إلى درجة حرارة عالية يحدث لها تبخر، وعندها يصبح في الحالة الغازية. أنا جايبة ده منين؟ من جوجل، تمام. العنصر الثالث، أهمية الماء للأنشطة الاقتصادية، فتعتمد على الكثير من المنتجات على الماء ليتم إنتاجها كالورق والنفط، كما يستخدم الماء في صناعة كثير من المعلبات والمشروبات الغذائية. والأهمية الاقتصادية الكبرى له في توليد الكهرباء، والتي شكلت أساس الثورة الصناعية في عالمنا المنظور الآن، وحط نقطة. طيب بعد كده هكمل يا ميس ولاء، ايه اللي مطلوب عندي بعد كده؟ اللي مطلوب عندي في البحث بعد كده الحساب بتاع الحساب او الرياضيات او مسألة الرياضيات، ده العنصر المفروض اللي يكون التالت. طبعا انا مش هعمله، ماشي، انت طبعا ليك اكيد ان انت هتعرف تعمل الرياضيات انت لوحدك، او مدرس الماس او الرياضيات هو اللي هيساعدك. طيب رابع حاجة دي خاصة باللغة العربية، لافتة،
ارشد، اكتب لافته. لافته يعني انا بكتبها كده في مستطيل طويل وبكتب جمله ماشي. وانا المره اللي فاتت اتكلمت وقلت ان اللافته دايما 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 بتبدا بفعل امر ماشي، وبيجي وراها المامور به وفي الاخر سبب الامر. طيب انا كتبت اللافته ازاي؟ تعالوا نشوف انا عملت ايه. لافته اول حاجه هنا بصوا رقم 3، هعمل الحساب رقم 3. بصوا ده الحساب بتاعي انا هعمله ماشي، طبعا انا مش هحسب، انت اللي هتحسب لان هو مطلوب منك حساب عدد زجاجات المياه التي يستخدمها، انت هتعملها. رقم 4 لافته لترشيد استهلاك المياه باللغه العربيه، هعمل كده. افتح الصنبور عند الحاجه فقط، حافظ على نظافه مياه النيل، عدم الاسراف في الماء. دوت نموذج ارشادي انت بتسترشد بيه، مش تعمل زيه بالظبط، لا انت تشوف هو معمول ازاي وتعمل زيه. يبقى اللافته باللغه العربيه انا كتبتها. طب لافته لترشيد استهلاك المياه باللغه الانجليزيه باللغه الاجنبيه مكتوبه طبعا عندك، وانت ممكن تكتب حاجات احسن مني من اللي انا كاتباها دي. طيب يبقى انا عندي 4 و5، يبقى عندك 4 و5 لافته ماشي. ده كان اخر عنصر في المشروع وانا حطيته في عنصرين، يعني هو مكتوب عندك اكتب عده نصائح لزملائك ترشد استهلاك المياه باللغه العربيه تمام كده، واخرى باللغه الاجنبيه. انا كتبت هي لافته باللغه العربيه ولافته باللغه الانجليزيه، ده اللي مطلوب منك في البحث. طيب ايه النتائج؟ مش الخاتمه، اسمها النتائج، ما اكتبش، ما فيش حاجه اسمها حد يكتب الخاتمه تمام كده. النتائج انا توصلت لايه؟ تعال نبص النتائج انا توصلت لايه. اول حاجه معرفه اهميه الماء للكائنات الحيه، يبقى انا عرفت اهميه الماء للكائنات الحية. انا توصلت لكده وعرفت ان الماء كمان ليه اهميه اقتصاديه، وكمان عرفت ان دوره الماء ليها ماشي ليها ماشي، او عرفت دورتها في الثوره الصناعيه. يبقى انا توصلت لكده، يبقى النتائج معرفه اهميه الماء للكائنات الحيه، تاني حاجه معرفه اهميه الماء الاقتصاديه، معرفه دوره الماء في الثوره الصناعيه. طيب انا المصادر او المراجع بتاعتي جبتها منين؟ المنصه الالكترونيه بتاعتي، الكتاب المدرسي، صور او محرك البحث اللي هو جوجل، والقنوات التعليميه اللي هي قناه مصر التعليميه. ادي كده خلصت المشروع بتاعي. دي فيها حاجه صعبه؟ ده لو انا عملت المشروع في القالب بتاع الوزاره. طيب يا ميس ولاء، عندك دلوقتي انا بعيد تاني اهو للمره ماشي، ان انا لازم اعمل ايه؟ ان انا اهم حاجه عندي بالنسبه لموضوع اللغه، اللغه اختياري، اللغه اختياري. وفي موضوع كمان الدكتور طارق شوقي اعلن عنه وقال ان في ناس على السوشيال ميديا بتقول ان الموضوع البحث اتلغى، لا ما اتلغاش، احنا لسه مكملين زي ما احنا. طب احنا هنرفعه ازاي او هنوصله ازاي؟ ده هيوصل ان شاء الله اول مايو، يعني 1/5 هنسمع ماشي، هينزل لنا فيديو من الوزاره على موقع وزاره التربيه والتعليم او على الصفحه الرسميه للدكتور طارق شوقي على الفيسبوك، هينزل كل حاجه بالتفاصيل دي، الحاجات الرسميه. اما حاجه غير كده انا ما اسمعش ماشي. عندنا قناه النيل التعليميه برضك بتنزل الحاجات المفيده والحاجات ايه المهمه. تعالوا بقى نبص اول حاجه عندنا مشكله مش عارفين نعملها ايه هي ميس ولا. عندنا دلوقتي احنا مش عايزين ننزل على سايبر عشان ما حدش ياخد البحث بتاعنا. طيب هنعمل ايه؟ في شويه معلومات كده ماشي انا هديها لكم النهارده، ازاي ان انا اكتب البحث بتاعي على الموبايل بتاعي مش على الكمبيوتر، على الموبايل. عايز تكتبه على الكمبيوتر ماشي، عايز تكتبه على الموبايل ماشي، انت براحتك. تعالوا نشوف بقى ايه الخطوات بتاعتي اللي انا هعملها. تعالوا معايا كده. اول حاجه هخش على حاجه اسمها بلاي ماشي، بلاي ستور. اسمها ايه؟ بلاي ايه؟ بلاي ستور اهي. طبعا احنا لما هتفتح ماشي عندك بلاي جوجل هتطلع لك مثلا كده، هيطلع لك كده ماشي. هضغط اول ما اشوف البلاي ستور دي، شايفينها اللي انا ملونها دي، هضغط عليها هاخدها واحملها. يبقى اول حاجه عندي عشان اكتب البحث بتاعي على الموبايل بتاعي هعمل كده اهو، تمام كده اهو. يبقى دي اول حاجه انا هختارها تمام. طيب وبعد كده يا ميس ولاء هيظهر لي دي، هيظهر لي دي، في عندك سيرش، هكتب على سيرش دوت. طبعا هعمل كليك عشان اكتب، هضغط على ده كده، هضغط عليه هنا، هدوس هنا في المربع اللي فيه السيرش تمام. وبعد ما اضغط على المربع اللي فيه السيرش هعمل ايه؟ هيظهر لي دي، هقوم كاتبه دي الدبليو بي اس. دبليو بي اس برنامج اسمه الدبليو بي اس، شايفينه اهو انا موضحاه، دبليو اهو هكتبه بخط تقيل، دبليو بي اس، هكتب في السيرش كده دبليو بي اس. هتطلع لي ايه يا ميس ولاء؟ هيطلع لي ده، هيطلع لي الايقونه دي، بصوا اهي. اول ما يطلع لي دي هختار ده، انا هختار ده، هضغط على ده او هدوس على ده لو سمحت ماشي. يبقى انا هختار دي، وبعد ما اختار دي هتلاقي حتى باللون الاحمر، يعني هتلاقي الايقونه دي باللون الاحمر تمام. بعد كده اول ما هدوس عليها هيظهر لي دوت، في مكتوب عندي انستول. انستول يعني تثبيت،
دوس على التثبيت، يعني لو في الانجليش هتلاقي مكتوب انستول ماشي، لو في العربي ممكن هلاقي كلمه تثبيت، يبقى هضغط على تثبيت او انستول. تمام كده؟ تمام. هيقوم ظاهر لي الصفحه دي، اول ما يظهر لي الصفحه دي هعمل اوبن، اول ما يظهر لي الصفحه دي هضغط على كلمه اوبن ماشي، هنتظر شويه لحد ما يحمل، واول ما يحمل هيقوم طالع معايا كلمه اوبن، اضغط عليها اوبن او فتح. تمام كده؟ بعد كده هيظهر لي ايه بعد ما هيفتح معايا؟ بصوا معايا هيبقى ايه، في حاجه اسمها اجري، اجري هدوس عليها. بص هيطلع لي دي اهي مكتوبه، هتلاقوها كده، حتى انا هكتبها لكم بالخط تقيل شويه، اجري اهي هتلاقوها مكتوبه كده، هقوم دايسه عليها. تمام، ننتبه مع بعض بعد اذنكم في الخطوات كويس، عشان الخطوات دي مهمه جدا. بعد اجري هيطلع لي بقى ايه؟ هيطلع لي كده اسكيب اهو، هيطلع لي دي، هقوم دايسه عليها هدوس هنا. بعد ما يطلع لي سكيب هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الصفحه دي ماشي، هضغط على اللاو، هضغط على مين؟ اللاو، هقوم ضغط عليها. تمام، بعد كده هيظهر لي، لو ظهر الصفحه دي كده اهي، هقوم ضغط على العلامه اللي فوق دي، علامه اكس شايفينها اهي، دوس عليها هيظهر لي دي، هقوم دايسه على العلامه بتاعت اكس دي. تمام تمام، بعد كده هيقوم ظاهر لي الصفحه دي، اول ما تظهر لي الصفحه دي ماشي، في عندي كلمة ليتر ماشي اهي، الكلمة هي مكتوبة حتى اهي، انا هكتبها لكم تحت اهي، هضغط عليها، اضغط عليها، دوس عليها يعني. طب بعد ما ادوس عليها هيظهر لي ايه يا نيس ولاء؟ هيظهر لي الصفحة دي كده، انت خلاص، اول ما يظهر لي الصفحة اللي قدامك كده، بصوا الصفحة اللي قدامي دي كده، يبقى انت كده خلاص ماشي، انت كده جاهز للكتابة في القالب عندك. بص القوالب هي عندك، تمام، موجودة عندك، قالب البحث بتاع البيئة، قالب البحث بتاع السياحة، قالب البحث مش عارفة ايه، عندك القوالب، يبقى انت كده سجلت. طب هعمل ايه الخطوة التانية عشان ما تهش؟ هيطلع لي كده عندك تحميل قوالب البحث جميع الطلاب الصفوف النقل والشهادة الإعدادية في وورد وزارة التربية والتعليم، هيطلع لك ده كده ماشي، ده التحميل بتاعك، حمل. بعد ما هتحمل هيطلع لي ايه؟ بصوا هيطلع لك القوالب دي كلها، بصوا القوالب عاملة ازاي اهي، عندك القوالب، عايز تختار بقى بحث اولى اعدادي، بحث ماشي ثالثه، بحث رابعه، عندك بقى ماشي، هتبدا من الاول للاخر، هتلاقي طول ما انت نازل كده اضغط على القالب اللي انت عايزه وهتحمل القالب بتاعك. بعد ما هتحمله بص هيظهر لي دي، لما تدوس على القالب خلاص وحمل هيقوم بظهر لي دي، بصوا هيظهر لي الصفحه دي، هيتحمل كده ويظهر لي الصفحه دي، هقوم ضغط على مين؟ على اوبن، هتلاقي كلمه اوبن تحت، هضغط عليها خلاص. بعد ما تظهر عندي هتظهر لي الصفحة دي، وأول ما تظهر الصفحة دي كده أهو، أهو كده القالب فتح معاك وجاهز للكتابة. هقوم دايس على علامة إكس دي عشان أقدر إن أنا أبتدي أكتب، هيقوم ظاهر لي إيه؟ أهو هيقوم ظاهر لي الصفحة دي، بصوا بقى معايا الصفحة بتاعتي المطلوبة، هتلاقي مكتوب هنا عليها أدد أهي، إي دي أي تي ماشي، هضغط عليها عشان تقدر ان انت تكتب في القالب اهو، القالب بتاعك عنده، وهتلاقي الرقم التعريفي، المقدمه وماشي، وهتبتدي تكتب. طب عايز اكتب الرقم التعريفي ماشي او المقدمه، هعمل ايه؟ انتبه معايا برضك، بصوا بقى هيطلع لي الصفحه دي، بعد ما انا ضغطت على ايديت اللي انا عملتها ديت، لو ضغطت في اي حته فاضيه عشان تكتب هتلاقي تظهر ليك ماشي العلامه، اي حته هتضغط عليها تعمل عليها كليك هتلاقي على طول في مربعات ظاهره كده حوالين ماشي، يعني انا لو ضغطت في اي مكان هلاقي فيه مربعات كده ماشي، فيه علامات زي الكوره كده حول المربع ظاهره. بعد ما ضغطت على ايه، لو ضغطت في اي حته فاضيه عشان تكتب هتلاقي مربع اسود كده ظاهر اهو ماشي، ومعطوط عليه علامات كور صغيره. تمام تمام، طيب بعد كده هتطلع لي الصفحه دي، هي هي نفس الصفحه. طب عشان اكتب الرقم التعريفي هعمل ايه يا ميس ولاء؟ عشان اكتب الرقم التعريفي في عندك ادد تكست ماشي، يعني هضغط عليها عشان يلا يا بطل تكتب ايه؟ العنوان بتاع البحث بتاعتك، هضغط على دي واكتب على ايه؟ واكتب العنوان بتاعك او عنوان المشروع اللي انت اخترته. طيب تمام كده، طب عايز اكتب الرقم التعريفي، اجي الرقم التعريفي، الزياده السكانيه، الامن الغذائي ماشي، السياحه، الصحه، لاي لاي مشروع، لاي مرحله من المراحل، الكلام ده لاي مرحله من المراحل عندك ماشي، علامه زي دي شايفينها اهي، العلامه اهي ماشي، العلامه دي زي مربعات كده جنب بعض او اربع مربعات جنب بعض، هضغط عليها واقوم كاتب الرقم التعريفي بتاعي. تمام كده اهو دي، واكتب الرقم التعريفي بتاعي. تمام، بعد كده هيظهر لي كده ماشي، بعد ما خلصت كتابه
ماشي وتعبت خلاص ومش قادر تكمل، هيطلع لك ماشي خلاص عايز اكمل، ماشي عايز اقفل واكمل بكره. عندك كلمه ضن اهي، اهي ضن جي ماشي، اللي هي جي او ان اي، تمام جي او ان اي، هضغط عليها، انا تعبت وعايز ارتاح عايز اكمل زي كده. هتسيب القلم ماشي، هتسيب القلم في قلب الكراسه بتاعتك او في او في البحث بتاعك وتقوم عشان خلاص تكمل بكره. هتضغط على مين؟ على ضن. هيظهر لك ايه العلامه بتاعت ماشي، بعد ما ضغطت على ضن هيظهر لك الصفحه دي. طيب عشان تخرج من التطبيق وتكمل بكره هتكمل على ماشي، هتقوم ضغط على علامه اكس، شايفين علامه اكس دي؟ اضغط عليها ماشي، اضغط عليها عشان تقدر ان انت تخرج من التطبيق بتاعك. طيب خرجنا بالتطبيق بتاعك، اوعى تنسى ان انت تعمل سيف حفظ، اوعى تنسى ان انت تعمل سيف اهي، سيف او حفظ ماشي، اوعى تنسى كده. تضغط بعد ما تضغط على اكس اللي فوق هتضغط على سيف، اوعى تنسى عشان تحفظ الحاجات اللي انت كتبتها. بصوا يبقى هنضغط على سيف ماشي، سيف عشان خاطر الحاجات اللي انت كتبتها ما تروحش منك، يبقى انت بتحتفظ بيها. طيب بعد كده كده البحث بتاعك عندك على الموبايل، لو لقيته كده هتلاقيه معمول كده ماشي، القالب بتاع البحث ماشي، اربعه البيئه، اربعه الصحه، اربعه، هتلاقي البحث اللي انت اخترته حسب البحث اللي انت اخترته كده. البحث عندك على الموبايل، لو انت عايز تبعته لحد واتس او بلوتوث او فيس او اي حاجه اضغط عليه ضغطه طويله قوي، هفضل اضغط عليه ضغطه طويله، الحته دي اهي ده البحث بتاعي، هضغط عليه ضغطه طويله شويه مش ضغطه عاديه عشان تبعته لاي حد، عايز تبعته للواتس ماشي، عايز تبعته للفيس، عايز تضغطه في اي مكان تبعته لاي حد، يبقى تضغط عليه ضغطه ايه طويله شويه، تمام. طيب بعد كده اللي يحصل وبعدها هتقدر تبعته زي ما انت تحب. طب هتعمل ايه؟ هضغط بعد كده في في الاخر على حاجه اسمها مور، هتلاقي كلمه مور كده، دوس على مور وبعدها تقدر تبعته زي ما انت تحب خلاص ماشي. يبقى اخر حاجه خالص مور، الخطوات دي مهمه جدا. طب افرض انا مش عايز اكتب على الموبايل، او مثلا هكتبه على ورق فلوسكاب، كتبته على ورق فلوسكاب وخلصته، في برنامج اسمه برنامج سي اس، سي اس ده برنامج هتحمله من بيبل من جوجل بلاي، اول ما هتنزله دوت خلاص انت خلصت البحث بتاعك 1 2 3 4 ماشي لحد 12. هصور البرنامج ده، تصوير البرنامج ده اصلا تصوير، هصوره بالترتيب، وبعد ما هصوره بيصور كاني فعلا كاميرا مظبوطه ماشي، وهيطلع لك ان انت تظبطه بعد ما تخلصه. والمره الحلقه الجايه ان شاء الله انا هوريكم السي اس دوت، او برنامج السي سي اس دوت بيتعمل ازاي ان شاء الله. طيب انا اتكلمت النهارده عن الدعوه، اتكلمت عن الاعلان، لما يجي لك اعلان او دعوه هنعمل زي ما ده فقره من فقرات او عنصر من عناصر المشروع. وكده انا اكون عملت النهارده مشروع معاكم الماء، وعرفت العناصر بتطلع ازاي ماشي، وعرفت ان انا هطلع من العنصر او ماشي ازاي ان انا اطلع العناصر من قلب المشروع، ان انا هطلعه ازاي من قلب المشروع نفسه، واللغه اللغه اللغه بكتب اللغه دي اختياري، تمام كده. طيب انا النهارده عايزه برضك اوضح على حاجه مهمه جدا ماشي، ايه الحاجه المهمه جدا يا ميس ولاء؟ اول حاجه ما ننساش علامات الوقف اللي هي الفاصله النقطه، تمام كده، ما ننساش دي اهم حاجه ماشي، لان جت من علامات من الحاجات اللي هتنجح المشروع بتاعي. ما ننساش الحاجات اللي انا قلتها دي، اراجع ماشي، اتابع خطوه خطوه، وانت بتراجع معايا بالنسبه للحاجات اللي انا قلتها على الموبايل ده، هجيب الموبايل بتاعي وتفتح الفيديو بتاع اللي انا قلته وتمشي عليه خطوه خطوه، تمام كده. بالنسبه للمشروع اللي انا عملته ده النهارده يا اولاد ماشي، ما اروحش اكتبه، لا ده ما نموذج استرشادي انت بتسترشد بيه، تمام كده. وان شاء الله يكون خير، والمشروع ان شاء الله هيخلص، وهو سهل مش صعب ماشي. بس اهم حاجه بنبه عليها، لو سمحتي ما اكتبش عناصر مش موجوده في المشروع بتاعي، ما تصعبش على نفسك الحاجه. اهم حاجه ما اكتبش الخاتمه، الخاتمه دي ملهاش لازمه اصلا. الخاتمه يعني الملاحظات او النتائج اللي مطلوبه مننا، والدليل على كده ان الوزاره عملت لي القوالب كده تمام، ما كتبتليش خاتمه، ما كتبتليش عناصر ان انا هكتبها لوحدها، عايز اكتب العناصر لوحدي، العناصر من قلب المشروع، ما اجيبش حاجه من عندي، ما اكتبش مثلا ان السياحه مثلا طالبه مني، ان السياحه مثلا طالبه مني مقومات السياحه، ما اروحش اكتب انواع السياحه، هو مش مطلوب مني ماشي. يبقى الحاجات اللي موجوده، يبقى العناصر بتاعتي بجيبها من قلب المشروع بتاعي، يبقى العناصر بتاعتي بجيبها من قلب المشروع ايه بتاعي. طب احنا هنرفعه ازاي؟ ما تشغلش بالك دلوقتي انت هترفع ازاي المشروع، كل اللي انت تعمله حاجه واحده بس، ان انت تكتب المشروع بتاعك وتجمعه، وتجمع البحث بتاعك وتظبطه وماشي، وتراجع عليه وكده،
وتسيبه الاخر في الاخر خالص يوم 1/5 ان شاء الله هنعرف هيترفع ازاي. طيب بالنسبه لموضوع الغاء الابحاث دوت، موضوع ماشي مش يعني احنا ابحاثنا شغاله زي ما هي، ما فيش حاجه اسمها الغاء للابحاث. وان شاء الله اكون كده عند حسن ظنكم واكون وصلت لكم الرساله. واستنوني في حلقه سنه 5 النهارده ان شاء الله باذن الرحمن، واكون عند حسن ظنكم يا رب، اكون وصلت لكم المعلومه. وهتوحشوني كتير 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 للحلقه القادمه، وعايزه اشوف ابحاث جميله ومشرفه واشوف كده حاجات، اشوفكم كده حاجه كبيره ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.